لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير. مقطعنا اليوم عبارة عن طبخات المتابعين الجزء الثالث. أدري يعني في شيء غريب ما فيه مقدمة يعني وبهواجه وزي كذا، فالمهم مقطعنا اليوم عبارة عن طبخات المتابعين مثل ما قلت لكم. وقبل بداية مقطع يا جماعة الخير صلى الله عليه، اللهم صل على محمد. مقطعنا اليوم فيه ثلاث طبخات، فيه طبختين جماعة الخير كنت بسويها، لكن إحدى مكون من مكونات الطبخة ما لقيته، مثل هذه الطبخة يا جماعة الخير ما لقيت دريم ويب، فمثل هذه الطبخة بعد الثانية ما لقيت شو اسمه الحرنار، لقيت حرنار لكن حجم أكبر، فقلت يعني ما يصلح إني أشتري حجم كبير، شو اسمه ما يصلح إني أشتري حجم كبير، وباخر شيء إني بسوي طبخة بسيطة يعني حبة حبتين، فعشان كذا ما سويت هذه الطبختين، ومشاهدة ممتعة. طيب جماعة الخير بالبداية نحط زيت اندومي بعدين نخليها الماء اخليها الماء تغلي وش اسمه، وبعدين مع الزيت احط معجون طماط، ثم لا احتاج الماء بعد ما انغلى الماء احط الدومي بعدين ده. طبعا نخلصها الماء انغلى حنا نحط اندومي ان شاء الله كذا الطريقه. الريحه للحين صراحه مضبوطه لكن نشوف الطعم. طيب يا جماعه الحين خلصت، ف دقيقه بحطه هنا واحط بهارات وذولي واذوقه. الحين نحط بهارات، طيب الحين ندوق بسم الله. الله يعطيك العافية اللي حطيت هذا الطبخة. يا جماعة الخير في الطبخة الأولى وقيمة 10 من 10، نروح للطبخة اللي بعدها. طيب يا جماعة الخير الحين الطبخة الثانية، حطيت كذا المكان ذا، أتوقع أنه أحسن، مو بتوقع أكيد إن شاء الله أنه أحسن، لأنه هنا أبوه شو اسمه اللمبة مغطية علي وزي كذا، فأتمنى أنه يعجبكم هذا المكان. والحين نروح للطبخة اللي بعد. الطبخة هي اندومي اللي هذه والجبن وأيضا الطماط. الطماط جماعة خير ما لقيت بالبيت،
ف وش اسمه هو الجبن محدد فجبت ذا وطماط اي طب قلت لكم ما لقيت فراح اسويه بدون طماط واشوف يعني ممكن اذا لانه يقول طماط لا تكثر و ما ادري انا ان شاء الله يكون نفس الطعم والحين خلونا نجرب. طبعا يا جماعه تخيل بقسمه نص عشان ما ادري بيكون طعم لذيذ او لا فبقسمه نص عشان ما يكون مثلا كلها كامله ذي يكون الطعم مثلا مو بلذيذ ف طيب يا جماعة الخير الحين نحط الجبن نحاول نكسرها بشكل بعد ما حطيت الجبن حطيتها الاندومي فالحين نحط البهارات حطنا شو شكل ونجرب بسم الله ما ادري ايش الطعم ما ادري كيف الطعم مع الجبن مع الطماط لكن هذه مرة لذيذة طبعا دامي حاطة نص مثل ما قلت لكم ف حطيت حاولت اقلل شوي من البهارات لكن طلعت كثيره ف اللي مخرب الطعم انها بهارات مره كثيره على نص الدومي كذا طيب الطعم مثل ما اقول لكم لذيذ لكن المخرب اني كثرت بهارات وقيمه 8/10 ونروح الحين للطبخه الاخيره خلي بعد يا جماعه الخير يتطلب منا بس اندومي وصمولي زين اندومي وحطه بالصمولي ونجرب خلي الحين بسوي الطبخه الثانيه لكن المصيبه اني بالطبخه الاولى صح اني حطيت نص اندومي حطيت كل الزيت فالحين راح اسويه بدون زيت خل على بال ما يزين الاندومي نحط نولم الصمولي الحين جماعة خير الحين نخلط بعدين نحطه بالبصمولي وذوق طعم بدون ذا ياكل نعمة ما ادري شلون المهم الحين نحطه بالبصمولي ايوه نذوق بسم الله ما
أتوقع بيصير أطعم إذا حطيت مع زيت. مشكلة إني ما حطيت زيت، هذه المشكلة. طيب يا جماعة، تخيل ما بيطول عليكم، تقييمي للطبخة 7 من 10، أتوقع مع زيت راح يكون 8 9، و أتوقع لأنه الزيت هو أصلا أساس الخضار، نبدأ بالخضار. أما يا جماعة الخير، هنا وصلت الفيديو، وأتمنى عجبكم هذا المقطع. هذا كان مقطع اليوم، إن شاء الله عجبكم هذا المقطع. إذا تبون جزء رابع اكتبوا لي تحت في الكومنتات. للي ما سويت طبخاتكم، إن شاء الله بالمقاطع الجاية، مو بالمقاطع الجاية يعني، حاول إني بالأجزاء الجاية. إن شاء الله يعجبكم هذا المقطع. بس يا جماعة الخير، لا تنسون تصلوا على النبي، اللهم صل على محمد. واللي ما سويت طبخاتهم يحاولون يكتبون طبخاتهم، اذا عندهم طبخات، اي واحد عنده طبخات يكتب، يكتبن على هذا المقطع. فبس ما تخيل ما بطلع لكم مقطع. هون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم اذا بالمقاطع الجاية. السلام عليكم.